أقامت رابطة الاجتماعيين الكويتية احتفالية بمناسبة يوم الأسرة العالمي، حاضرها مختصين وأكاديميين لمناقشة أهم قضايا الأسرة في المجتمع. انطلاقا من أهمية الأسرة كنواة للمجتمع تؤدي إلى صلاحه ورقيه وتقدمه، أقامت رابطة الاجتماعيين احتفالية بمناسبة يوم الأسرة العالمي بعنوان السعادة الأسرية ثقافة ومهارة. وأكد المشاركون في الاحتفالية أن استقرار وتقدم المجتمع يأتي بعد استقرار الأسرة اقتصاديا ونفسيا ومعيشيا، بالإضافة إلى الاستقرار الصحي والتربوي والاجتماعي. ستة أبعاد أساسية تحدث عنها المختصين المهتمين في الشؤون الاجتماعية عندما تحدثوا عن الأسرة ولا تكلموا عن الأسرة. فاستقرار الأسرة يأتي هذه الأبعاد الستة بشكل عام تكون أسرة مستقرة. متى ما كانت الأسرة مستقرة، متى ما كان هناك يعني نوع من انواع الاستقرار داخل المجتمع. وتتحقق جوانب من الاستقرار الصحي للأسرة من خلال مراعاة الجوانب الصحية قبل الزواج التي تشكل عاملا هاما كي يتحقق الزواج الآمن من بعض الأمراض. شنو الفحوصات اللي احنا نقول فيها ان في امراض القرار اللي هي فحوصات معينة، اللي هو امراض الدم، منها انيميا البحر المتوسط والانيميا المنجلية، الامراض المعدية اللي هو الزهري، التهاب الكبدي باء وجيم، ومرض الايدز. شلون طريقة وتضمنت الاحتفالية برامج وهدايا للأطفال، بالإضافة إلى جلسة حوارية للمتزوجين حديثا في أهمية مراعاة الجوانب الصحية والاجتماعية قبل وبعد الزواج. اختتم